بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة الشكر موصول للملتقى على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذا الملتقى وفكرته يعني، وبخاصة يعني الحقيقة أنا دائما أشعر بهذه السعادة الغامرة عندما يعني أشارك منصة مع أستاذي الدكتور سيف عبد الفتاح، ونحن فعلا في المركز الذي تحدث عنه أخي الدكتور الآن، نحن نتعلم كل أسبوع من أستاذنا الدكتور سيف، ففي الحقيقة هذا شرف في ذاته يعني. أنا إن شاء الله سأتكلم في نقطتين، وأرجو يعني ألا تكون توقعاتكم مرتفعة بقدر ما سبق من محاضرات يعني، ونأخذ التوقعات إلى مستوى يعني أقل قليلا إن شاء الله. أنا سأتكلم عن فكرة واحدة مركزية تخص المساحة الأولى، فكرة متعلقة بما أعتبره فكرا حاكما في العمل الإنساني، ثم أتكلم قليلا في قضية تخصصية متعلقة بثقافة مؤسسات العمل الإنساني، وأرجو أن تكون الفكرتان مفيدتين يعني إن شاء الله. بالنسبة للموضوع الأول، مسألة فكر العمل الإنساني، فأظن أنه لا خلاف على أن هناك ملامح أساسية تحكم فكر هذا القطاع، لا تتغير كثيرا، متعلقة بطبيعته يعني حتى على المستوى العالمي، ثم هناك ملامح متعلقة بهذا القطاع في طابعه الإسلامي أيضا، هذه فيها جزء كبير من الثبات لأنها متعلقة ب يعني ركائز عقدية، وأظن المحاضرة الصباحية مع شيخنا الدكتور عصام كان فيها جرعة عميقة جدا مما يمكن اعتباره فكرا مستقرا تأسيسيا كما وصفه هو للعمل الإنساني الإسلامي. أنا أريد أن أقترح عليكم أنه بالإضافة إلى هذه المرتكزات الثابتة، هناك في الحقيقة احتياج عند قطاع العمل الإنساني وفكره ومفكره إلى جانب آخر غير هذا الجانب المستقر الثابت المرتبط بالأرضيات العقدية وهكذا. فهذا القطاع في الحقيقة بشكل واضح جدا هو جزء من أمته وجزء من الإنسانية التي يتحرك فيها، وبالتالي لا يمكن أن ينفصل فكره عن الأوضاع العامة التي تمر بها الأمة ولا الأوضاع العامة التي تمر بها الإنسانية. يعني فكر القطاع الإنساني ليس فكرا ثابتا مستقرا فقط، ولكنه قطاع حي متحرك يتعامل مع واقع أيضا متحرك ومتطور. فأنا أريد فقط أن أشارككم يعني فكرة واحدة محددة عن ما أظن أنه جانب ينبغي أن ينتبه إليه الفكر الحاكم للعمل الإنساني بمعلومية الواقع الذي نعيشه الآن. إذا نظرنا يعني بصفة عامة إلى أحوال الأمة الآن، كثيرا جدا ما تجد يعني حالة عالية من الإحباط عند كثيرين منا، يعني ينظر حوله فيجد إرادات شعوب وقد صدمت، ويجد أحوالا اجتماعية وثقافية يعجب منها، ويجد اختراقات عجيبة، ويجد قضايا متعلقة حتى بالإلحاد وإلى آخره، والناس ترى الصورة بشكل مظلم جدا، ويجد تغولا من خصوم الأمة عليها. أنا أقترح عليكم أن الأمة لم تكن في حال أفضل مما هي فيه منذ عدة قرون في الحقيقة يعني نهائيا. المنظار الضيق، المنظار المحدود، المنظار المتعلق بالنظرات إذا صح التعبير النظرة الوظيفية، يعني تبص على الوضع الاقتصادي، تبص على الوضع السياسي، تبص على الوضع الاجتماعي بشكل ضيق وبشكل محدود، في الحقيقة تشي برؤية غير دقيقة للواقع. الواقع الذي نمر به كما يعني أشار أستاذنا الدكتور سيف هو في الحقيقة لحظة تبدل حضاري، هذه ليست لحظة عادية، هناك وضع حضاري هيمن على أمتنا على الأقل قرنين من الزمان وقبلها قليلا. هذا الوضع الحضاري الآن يهتز ويهتز بشدة. فإذا بدل ما نقول يعني خلاص، بدل ما أقول أنه نحن في أفضل وضع، دعني أقولها بشكل أدق، نحن في لحظة فيها إن صح التعبير لا وعد حضاري لم يحدث للأمة منذ قرنين. والوعود، وعود البشر كما هو معروف، قد يفون بالوعود وقد ينقضون الوعود أو يعني يضيعونها. فنحن في تلك اللحظة الفارقة الهشة الخطيرة التي هناك فيها وعد من هذا التحول الحضري، وعد لهذه الأمة أن تستأنف مسيرتها الحضرية وأن تخرج من حالة التبعية الحضرية التي تعيشها منذ قرنين.
الأمة مرت بإشكالات كثيرة في تاريخها، ولكنها لم تكن في حالة تبعية حضارية قط بهذا الحجم وبهذا العمق منذ البعثة النبوية. يعني كانت هناك ارتكاسات وانتكاسات وهزائم وانتصارات في مسيرة الأمة، ولكن أن يتبلور نموذج حضاري معطياته مناقضة لمعطيات النماذج الحضارية الإسلامية بجذورها العقدية، ثم يتطور هذا النموذج ويهيمن على حياة الأمة ويفك بنيتها المؤسسية ويركب بنية مؤسسية أخرى ويركب نخبا ويركب أنظمة ويركب أعرافا وإلى آخره، هذا لم يحدث إلا في القرنين الأخيرين. وأنا أقول، وكما تفضل أستاذي وكما يعني أظن أصبح واضحا لنا جميعا، أن ذلك النموذج الآخر وتجربته يمر بأزمة وجودية إذا صح التعبير. وليس فقط هذا، ولكن نحن أيضا لسنا يعني بس مشغولين بما يحدث للآخر، الأمة تمر بيقظة. أرجو يا إخواني أن تلاحظوا أن هذه الظواهر التي نراها إشكاليات هي في الحقيقة، إذا نظرت إليها بهذا المنظور الحضاري المعمق، هي في الحقيقة إذان وإشارة بحالة مما يمكن أن نسميه حالة توتر عالي جدا، إذا صح التعبير توتر حضاري. يعني باختصار من غير تعقيد وألفاظ معقدة، أمتنا بطاقاتها الفاعلة وبشبابها والناس اللي ثاروا والناس اللي بيمروا مش عارف إيه، كأنها تقول إننا لا نستطيع أن نتعايش مع هذين النموذجين في يعني تصادمهما أكثر من ذلك. يعني كنت أقول مثلا في قضية، عشان نأخذ قضية جزئية، لأن كيف أننا لا نستطيع أن نحل مشاكلنا كما حلها أصحاب النموذج الآخر، فأبسط قضية، القضية الحرجة جدا عندنا كمسلمين، قضية علاقة الرجل بالمرأة. الغرب عندما قاده نموذجه الحضاري إلى صياغة هذه العلاقة بشكل متسق مع فكرة الإنسان المادي الأناني النفعي إلى آخره، سميها كما تسميها، ففكك الأسرة وبنى منظومة علاقات جديدة، والآن يبني حتى منظومة علاقات مثلية وإلى آخره. السؤال هو، هل يمكن لأمتنا أن تسير في نفس الطريق؟ الإشكال أنها سارت نصف الطريق. إخواني، معدلات الطلاق في بلادنا الآن، في بلد زي مصر وفي بلد زي الكويت، 48% و 49%، دي إحصائيات، هذه ليست أوضاع عادية يعني. لكن ماذا يحدث بعد الطلاق؟ نحن لا يمكن في هذه المجتمعات أن نلجأ إلى هذا الحل الغربي، ولذلك أقول لكم إذا حال التوتر، بمعنى أن هناك وضعا مفروضا وهذا الوضع لا يمكن استمراره وليس هناك بديل عنه، فماذا يفعل الناس؟ يتوترون ويصورون، واللي بيقول يلحد واللي بيقول مش عارف ايه، حاجات من هذا النوع. هذه ليست ظواهر تحلل في الأمة، هذه ظواهر توتر، والتوتر شرط لازم لأي انبعاث حضري، ولكن الشرط اللازم الآخر معه هو أن يسلح هذا التوتر بوعي يدرك توصيف المسألة على حقيقتها ويقدم للناس طريقا يتحركون إليه. إذن بصفة عامة، الأمة والإنسانية عموما تمر بلحظة انتقال حضاري، وهي في أمتنا تتميز بحالة من التوتر وتحتاج تنمية وعي حضاري بنائي. ما دور القطاع الإنساني في ذلك؟ أنا أقول يا أخوانا، إنه كما أننا لا نستطيع أن نعفي مثلا المفكرين والأكاديميين والقطاعات المختلفة، لا نستطيع أن نعفي قطاع الأعمال مثلا في بلادنا، لا نستطيع أن نعفي القطاع العائلي والقطاع الأسري من أن يستجيب لهذه الحالة وأن يقدم عطاءه وطرحه فيها وأن يتفاعل معها، فإن القطاع الإنساني أيضا مطلوب منه أن يتفاعل مع هذه الحالة. يعني مطلوب منه أن يساهم في تسليح هذا التوتر الحضري بوعي، وهذا الوعي يكتسب ويمارس على أرضية العمل الإنساني، لأن هذا هو قطاع. فكيف يمكن للعمل الإنساني، هذه الفكرة البسيطة الذي أريد أن أطرحها عليك، كيف يمكن للعمل الإنساني أن يساهم في تجلية هذا الوعي وفي تقديم وفي يعني دفع الأمة قدما وهي تتحرك في اتجاه هذا الانبعاث الحضري؟ أنا أقول إن نحتاج في مراكز الفكر داخل هذا القطاع. الدكتور هبة أشرت في الجلسة السابقة إلى الأكاديمية، أنا أقول الأكاديمية
ومراكز البحوث المختلفة إلى آخر المتعلقة بالأساس بالعمل الإنساني تحتاج الآن أن تطرح مثل هذه الأسئلة. تحتاج أن تطرح مثلا سؤالا عن هل نحب أن نعيد النظر في تعريف مفهوم التنمية الذي نقدمه في هذا القطاع؟ أنا كل ما أسمع مفهوم التنمية في القطاع الإنساني فأجد أنه مرتبط بالدرجة الأولى بمسألة يعني بدل ما نعمل بس عمل إغاثي نعمل عمل تنموي فنعمل مدارس ونعمل حاجات من هذا النوع. لا، في الحقيقة نحن نستطيع أن نسور هذا المفهوم قليلا ونعيد النظر فيه ونقول لا، إذا كنا بنتكلم على تنمية في إطار إحياء حضاري نحن لا نتكلم عن تنمية في إطار حل مشكلات يعني، ولكن في إطار تغيير حالة إلى حالة أخرى. طيب ماذا يمكن للقطاع الإنساني أن يفعله ومفكريه وكوادره؟ إذا عدنا النظر في هذا الموضوع، يحدثنا التاريخ الإسلامي، وحضرتك ذكرت يا دكتور سيف أخونا الدكتور إبراهيم البيومي وكلامه عن كلامه النفيس جدا عن الأوقاف، يحدثنا تاريخ هذه الأمة أن هناك بنية مؤسسية سرية جدا مارست من خلالها التجربة الحضارية الإسلامية الطويلة، مارست وظائفها الكفائية ومارست إقامتها لدينها وهكذا، وأن هذه البنية تم تفكيكها عمدا. الآن نحن نتحدث عن مجتمع مدني وعن دولة قومية وهكذا، هذه بنية أخرى بالمناسبة. فالسؤال هل يمكن للقطاع الإنساني وهو يتحرك الآن في هذا العمل الجليل جدا وهو يبني على خيرية الأمة ويعالج إشكالاتها، هل يمكن له أن يساهم في إعادة الاعتبار وإعادة النظر وتجديد الفكر المتعلق بالبنية المؤسسية للأمة؟ يعني هو احنا لازم نعمل كل عملنا الانساني من خلال البنيه اللي هم بيقدموها لنا، ولا نستطيع نفكر في بنيه تانية؟ التيار الغالب ان هم بيسيطروا اكتر، ده بيحددوا لنا مسارات العمل والزكاه تروح فين وحاجات من دي، زي ما استاذنا الدكتور عصام تفضل وذكر. لا، المساله تحتاج الحقيقه نمشي في المسار المخالف. نحتاج ان نسال المجتمع المسلم السوي إذا أراد أن يعمل عملاً إنسانياً تكافلياً، ما هي معايير المجتمع الإنساني المسلم السوي وهو يمارس هذا العمل؟ وهذا مجال مفتوح جداً يحتاج أن نفكر فيه كثيراً. لا أريد أن أطيل الفكرة، أظن واضحة لأنها فكرة متعلقة بإعادة النظر في مفهوم ومفهوم التنمية، ويمكن أن يكون له بعض الانعكاسات. يعني أستاذ الدكتور سيف يعلم ونحن جميعاً نعلم وذكر هذا الكلام بشكل واضح، حتى ذكر الدكتور عصام ربنا يكرمه، يعني مراكز الفكر داخل القطاع الإنساني قليلة إذا قصتها بأي مقياس، بل إنه مراكز الفكر عموما في هذه الأمة على أنواعها قليلة جدا بشكل مؤسف. والذي يتسلل دائما إلى وعي المتبرع وإلى وعي الإنسان الخير وإلى وعي المؤسسة التي تعمل في العمل الإنساني وهكذا، ليس مش أول حاجة تيجي على بالك إنك تقول والله خليني أخد فلوس من المتبرعين وأبني مؤسسة فكرية محترمة تفكر للأمة دي، هذا بعيد جدا عن تفكير الناس. وكما ذكر الدكتور عصام، أنا سمعت هذا التعبير قبل ذلك حتى من حضرتك يا دكتور سيف، دعونا لا نفكر في اليتم باعتباره ظاهرة فردية، دعونا نفكر في يتم الأمة، بمعنى أن الأمة تحتاج إلى يعني إسهامات شديدة الأهمية في مسيرتها ولا تجد من يقدمها، مش كده ولا إيه؟ فأنا بقول القطاع الإنساني أنا له الأوان أن يعيد النظر في هذه الأمور ولحيوية دوره، فإنه عندما يعيد النظر في هذه الأمور ويسلح نفسه، يسلح القطاع نفسه بهذا النوع من الفكر، فإن هذا الفكر سينبث إلى المتبرعين وإلى المستخدمين وإلى عموم الأمة، ولن يفعل ذلك وحده. أنا بطمن حضراتكم إنه هناك انبعاث حضاري قادم في هذه الأمة، أنا أراه كما أراكم بإذن الله تعالى يعني. والله طبعا إلا إذا احنا قررنا كلنا كأمة أن نضيع هذا الوعد، ولا أظن يعني. فأنا أظن يعني أن هذا القطاع الإنساني عندما يقوم بهذا الدور وبهذا التطوير ويقدم إسهامات جديدة في هذه المساحات ويدعم احتياجات من هذا النوع عند أمته دعما لمسيرتها في الانبعاث الحضري، لن يجد نفسه وحيدا، وإنما سيجد نفس هذا الوعي يتسلل إلى قطاعات الأعمال، سيجد نفس هذا الوعي يتسلل عند الشرعيين، عند الحركيين، عند السياسيين وهكذا. فأنا فقط يعني هذه الفكرة الوحيدة التي أريد أن أطرحها في هذا الجانب الأول من هذه الملاحظات، أنه قد يكون من المناسب جدا أن
يعني نعيد النظر ليس في ما يمكن تسميته بالفكر الإجرائي أو الفكر حتى الاستراتيجي يعني للقطاع أو الفكر المؤسسي. لا، أنا أظن أن هذا بما أننا نتكلم عن فترة تبدل الحضاري فهذا وقت مناسب أن نعيد النظر في الفكر البنائي العميق للقطاع الإنساني، يعني نعيد النظر في القطاع كله، ماذا يفعل، ما دوره في أمته. كثيرا ما كنا نقول يا جماعة القطاع الإنساني كأنه بيطول عمر خصوم الأمة، هم يعملوا مشاكل وإحنا نغطيها، كلام من هذا النوع، قد يكون الكلام ده غير دقيق، لكن أنا بقول الآن الأوان الآن إن إحنا نطرح الأسئلة على هذا المستوى. الدور الكلي الكبير لهذا القطاع في إطار حالة إحياء للأمة كيف يجب أن يكون، وزي ما بقول ده عايز شراكات بين هذا القطاع وبين المفكرين وبين الحركيين وبين العاملين الميدانيين في القطاع على أرضية حوار مختلف. أظن هذه هي الرسالة، وكما هو واضح هذه ليست رسالة لإنقاذ المسلمين، يعني هذه مطلوبة لإنقاذ البشرية. يعني نحن عندما نقرأ الآن، أخي الكريم الدكتور ذكر أنه عندنا مركز مهتمين به بالدراسات الحضارية، نحن ندرس الآن مؤشرات متعلقة بالبقاء الإنساني، ونعجب جدا جدا يعني كيف وصلت الحضارة الإنسانية إلى الدرجة التي تقرر بشكل واضح جدا وزي ما يكون مقصود يعني أنها تنكمش وتنقرض بهذا الشكل. هذا شيء غريب، سكان أوروبا في أول القرن وسكان أوروبا في نهاية القرن نص السكان، يعني الناس مش عايزة تخلف. بلد زي اليابان يا إخواننا حاجة غريبة جدا، عارفين الراجل شينزو اللي قتل ده فترة رئيس الوزراء كان عامل كامبين حملة، وكان يقول يعني أنا قرأتها واستغربت، أنا كنت اهتميت شوية في فترة الماجستير باليابان يعني فاستغربت مما قال إذا استمرت مع معدلات المواليد في اليابان الآن كما هي، تكلم من عدة سنوات، إذا استمرت كما هي ساعتها كان 120 مليون ياباني عندما نصل إلى سنة 2080، يعني بعد 60 سنة، يعني عمر شخص واحد، يعني إن شاء الله يا شباب بعضكم يكون موجود إن شاء الله، يمكن يعني بعضنا لا، لكن بعضكم إن شاء الله في عمر الشخص الواحد ينزل سكان اليابان من 120 مليون ل 45 مليون كلهم من كبار السن. فلما يا جماعه اذا حصل كده هذا البلد ينقرض. اليابان مش زي اوروبا على فكره، ما تعرفش تستوعب ناس جواها، يعني ما تعرفش تعمل هجره، هو وسط ثقافيا معادل لموضوع الهجره، دي قصه طويله. فماذا تقول عن حضاره مراكزها، انت بتتكلم على اليابان وامريكا واوروبا وبتاع، مراكزها قررت ألا تستمر في الحياة، يعني ماذا تقول؟ يعني بلاش أي حاجة عن جرائمها ولا عن مشاكلها، هذا إشكال غريب. يعني ألا يدعو هذا إلى أمة الشهود أن تطلع بقى وتنقذ البشرية من نفسها؟ بقى لنا قرنين من الزمان تحت هذا المنظور الحضاري بإسهاماته وقدم للبشرية كثيرا بالمناسبة، يعني قدم البشرية عطاء هائلا، بس البوصلة من الأول منحرفة وصلت بنا إلى ما وصلت بنا إليه الآن، ولما دخلت بقى على أمتنا وعلى شعوبنا وعلى مجتمعاتنا أصبح الأمر خطير. فنحن لا ندعو فقط بهذا الكلام إلى إنقاذ يعني المسلمين اللي عايشين على الأرض، نحن في الحقيقة ندعو إلى حالة أوسع لإنقاذ الإنسانية والشهود عليها، وهو دورنا الأساسي كأمة. يعني طيب، هذا فيما يخص الجانب الأول. شوف بس الوقت أخبره إيه، مش بطل لسه في شوية وقت. طيب أذهب إلى القضية الثانية، وهي القضية التخصصية شوية المرتبطة بتخصصي، يعني وهي قضية ثقافة المؤسسات القطاع الإنساني. يعني وأود سريعا جدا أنا يعني أعطي مقدمة قصيرة جدا عن موضوع الثقافة المؤسسية، يمكن هذا التعبير من التعبيرات اللي هي تستعمل كثيرا، عارف تعبير زي التكنولوجيا والحضارة والثقافة والحاجات دي لما يستعمل كثيرا يفقد شوية، ما تبقاش عارف تمسكه، يعني عارف معناه ايه بالظبط. يعني فخلينا نديله مدلول معين موجود عند المتخصصين في الفرع ده عشان نعرف نتعامل معاه. الثقافة المؤسسية هي باختصار الإطار الرخو للسلوك المقبول في أي مؤسسة، يعني مجموعة القيم والأفكار والممارسات والأعراف والخطاب السائد ومش عارف ايه اللي بيحدد للناس يعملوا ايه في المؤسسة دي، اللي بيحدد للناس في مؤسسة معينة انك انت من حقك ومن واجبك انك انت تراجع الناس اللي في المؤسسه دي اداره وناس كبار وناس مؤسسين وكده، او بيقول لهم اوعى تيجي ناحيه هاني البنا، اوعى خد بالك المؤسس ما حدش يتكلم عنه،
هذه اسمها الثقافة المؤسسية. طيب، فالثقافة المؤسسية أمر خطير يا أخوان بهذا المعنى. إحنا في الإدارة اللي بنتكلم بنقول إيه؟ ما الذي يحكم السلوك الإنسانية في المؤسسات؟ دول ما يحكمه مجموعة مما نسميه organizational subsystems، يعني أنظمة تنظيمية جزئية. فنقول مثلا إيه؟ بيحكم سلوك المؤسسة النظام الجزئي اللي اسمه الاستراتيجية، ده اللي بيوجهها رايحة فين وبتاع. وبيحكمها النظام الجزئي اللي اسمه الهيكل، توزيع الأدوار والتقسيمات الأفقية والرأسية وكده. وبيحكمها النظام الجزئي المتعلق بالتكنولوجي والتقنية اللي فيها، والنظام الجزئي المتعلق بالفرق العمل ومش حاجات دي، وبيحكمها النظام الجزئي المتعلق بالثقافة. المنظمات اللي عندها فلسفة إدارية ذكية بتعمل حاجة يعني ما بنتبهش لها الآخرين، إنها بدل ما تتعب نفسها في محاولة الهيمنة على سلوك الناس جوه المؤسسات بالهياكل، فتقول لك أنت لازم تيجي الساعة 7 وتمشي الساعة 5 وتمضي وانت داخل وتعمل مش عارف إيه، بتوجه سلوك الناس عن طريق بناء الثقافة اللي تعمل نفس الأثر ده وأكتر منه. أنا في عملي الطويل كمستشار شفت مؤسسات ضخمة، يعني والله ساعة خروج الناس الموظفين من المؤسسة تلاقيهم واقفين طوابير زي ما يكون يوم الحشر، يعني صعبان عليه يخرج الساعة 5:05، يعني عايز يخرج 5 بالظبط. العلاقة اللي بينه وبين المؤسسة كده، الثقافة كده علمته العلاقة التعاقدية الصارمة دي، تيجي الساعة 7 ولا 8 وتمشي الساعة 5. شفت مؤسسات تانية الناس مستعدة تسيب بيوتها وتسيب أهلها وتسيب بلادها بالشهور الطويلة عشان تعمل رسالة المؤسسة، مش بتعمل مثلا جهاد ولا حاجة، بتعمل الكلام ده. الفارق كان هذه الثقافة المؤسسية. أنا ممكن طبعا أحكي لكم أخي إيهاب الفولي هنا وأخي ياسر موجود وكل إخواني اللي خدوا MBA وكده، في قصة مملة جدا بتتقال عندنا في برامج MBA في الإدارة عن شركة نوكيا. لو حد ما سمعهاش يقول لي وانا اقول لك، انا عارف انها ممله جدا اتقالت كتير قوي. يعني هذه شركه نوكيا باختصار كانت شركه تليفونات رائده ذو الشعر الرمادي او الغائب، يعني افتكروها لانها اختفت من شويه. طيب شركه نوكيا دي كانت هي الـ يعني صاحبه النصيب الاوفر في السوق بتاع الموبايلات يعني، وبعدين اختفت يعني وقعت سقطت سقوط ذريع. طيب النظريه الشائعه او المعلومه الشائعه عند الناس ان نوكيا سقطت لانه ظهرت تكنولوجيا جديده في ابل، في شركه ابل، يعني قايمه على حاجتين، على فكره الشاشه التفاعليه اللي هي التاتش سكرين دي، وعلى فكره ان التليفون يبقى منصه يتحط عليها ابلكيشنز. تطورين تكنولوجيين هائلين قادوا هذه الصناعه الى طفره هائله جدا، وما عرفتش نوكيا تتكيف معاها، بينما يعني مين اللي استثمر فيها؟ الشركات الجديده دي زي ابل وكده. المعلومة اللي بعرفهاش الناس بقى انه حقيقة هذين الاختراعين طلعوا في معامل نوكيا، لكن ما الذي حال دون ان تستفيد منها نوكيا؟ ان نوكيا كانت عملت مجموعة تغييرات تنظيمية صاحبها اعادة تعريف لثقافة المؤسسة بشكل بحيث انها ما عرفتش تستفيد من ما يعني المخترعات التي ظهرت داخلها وافلست. نفس القصة بتتقال عن كودك مثلا، يعني من ضمن الحاجات دي. قصدي اقول الثقافة المؤسسية شيء خطير. الثقافة المؤسسية في الكيانات الإسلامية يا اخوانا، معلش انا اسف يعني مش عايزين نتكلم في السياسة ولا اي حاجة، لكن الثقافة المؤسسية في المؤسسات الإسلامية التي تقوم على عدم مساءلة الكبير وعدم مساءلة المسؤول وعدم نقاش اي حد وبتاع، دي ثقافة على فكرة. هي ليست امور لا نازلة في القرآن طبعا، ولا نازلة في اي لوائح ولا حاجة من دي، لكن هي ثقافة سادت، واخد بالك؟ لما سادت الثقافة دي حصل ايه؟ ساعة الجد، عندما احتاجت هذه الكيانات الإسلامية الى المراجعات الداخلية الصارمة من داخلها، لم تجد مش مسألة الناس، هي لم تجد، لان الثقافة منعت. الثقافة المؤسسية اذا شيء خطير. وعلى فكرة مش نوكيا وبتاعه كده، مش الثقافة دي مهمة في مؤسسات الاعمال. كويس الدكتور هاني خرج، يعني انا اشتغلت قليلا مستشار لسنتين كده للإسلامك ريليف، واستطيع اقول لكم الناس اللي بتنظر للإسلامك ريليف باعتبارها الإغاثة الإسلامية، يعتبرها تجربة ناجحة جدا هائلة وحاجات زي كده. اللي عايز يفتش عن اسرار هذا الامر لابد يكون واحد من الاسرار الرئيسية اللي يبص عليها هو نوع الثقافة المؤسسية التي نجحت قيادة هذه المؤسسة في وضعها من دون اليوم الاول، وبصراحة تجاوزت كل اجيال القيادة اللي جت بعدها، لانها كانت من العمق ومن الحمد لله بفضل الله تعالى وكرم. هو رجع خلاص، مش هنتكلم عنه اكتر من كده. فالمسألة اذا ليست مسألة، هذه اهمية مهمة، يعني هذه اهمية هذه الفكرة. كمل يا حسين.
كنت بمدحك والله، كنت بقول الثقافة المؤسسة اللي انت عملتها جامدة جدا. لانه بس اخوانا ليه عايز اقول لكم الناس ما بتاخدش بالها من الحكايه دي؟ زي ما بقول لكم الثقافه شيء رخو، هي مجموعه قيم واعراف وحاجات متداوله بين الناس وقصص تتقال وحاجات من هذا النوع. طيب، ولذلك ناس ما بتشوفش اهميتها قوي، يمكن تشوف اهميه المال اللي اتصب في المؤسسه، وتشوف مثلا الهياكل الاداريه مش عارف ايه، وتشوف الاستراتيجيات العظيمه اللي اتعملت، لكن الثقافه لها دور خطير. في ملمحين رئيسيين لموضوع الثقافه دي احب اشارككم معاكم قبل ما نتكلم على ايه اللي انا بقترحه بالنسبه لثقافه مؤسسات العمل الانساني على وجه التحديد. الملمح الاولاني انه رغم ان هناك مؤثرات كثيره جدا على ثقافه اي مؤسسه، من ضمنها مثلا الثقافه العامه الموجوده في المجتمع اللي موجوده فيه، بعض الاحداث الكبرى اللي مرت بها الى اخره، لكن تشير الدراسات بشكل لا جدال بشانه ان العامل الرئيس في تشكيل ثقافه اي مؤسسه هو قيادتها وادارتها. فما تفعله القيادة ليس فقط ما تقوله، ما تفعله القيادة بشكله المركب بسلوكها اليومي وبما يحمله من رسائل إلى الناس، هذا هو ما يشكل الثقافة المؤسسية بشكل كبير. الأمر الثاني، الثقافة المؤسسية عندما تتشكل وتستقر في مؤسسة، إذا توسعت شوية في الحجم وأصبحت ما نسميه مؤسسة متوسطة الحجم، يصعب جدا تغييره. فما بالك بقى لما تكون مؤسسات عملاقة زي الكيانات الإسلامية اللي بنتكلم عنها دي، فيها ملايين الناس، صعب جدا. يعني هارفارد عندهم دراسة مشهورة، حاولوا يشوفوا أسرع وقت ممكن تتغير فيه الثقافة المؤسسية في مؤسسة متوسطة فيها عدة آلاف من الناس، لو 4.5 سنين من العمل الجاد لمحترفين عارفين بيعملوا إيه. فباختصار، بدل ما تحاول تعالج الآثار السلبية لثقافة استقرت وأنت لا تدري، يستحسن أنك أنت تستخدم قدراتك القيادية ودورك القيادي ووعيك بموضوع الثقافة دي عشان تشكلها من البداية بشكل جيد. من الأخطاء الشائعة عند الأجهزة الإدارية العربية عموما وعند القطاع الإنساني برضو زي أي قطاع، هو النظر للثقافة دي على إنها باي برودكت، على إنها منتج جانبي. هي في الحقيقة ليست منتجا جانبي، يعني في الحقيقة هي ديزاين أصلي للمؤسسة، هي نوع من التصميم الأصلي للمؤسسة الذي يجب الانتباه إليه. طيب، أنا أختم بإني أقول إن القطاع الإنساني تشيع عنه بعض التعميمات فيما يخص ثقافاته المؤسسية، وأنتوا صححوا لي يعني، خاصة عند مقارنته بقطاعات أخرى زي قطاعات الأعمال. هناك ستيريوتايبس، يعني هناك بعض التعميمات، إنه قطاع الإنساني عموما في ثقافته ثقافة متحفظة قليلة التغيير، مش مركزة قوي على الإبداع، الإبداع في التفاصيل في الإجراءات، لكن مش في الأطر الكلية يعني، وانه بصفه عامه حركته بطيئه. على فكره ده مش كلامي، انا عايز اقول لكم ده كلام الفيلد، يعني كلام الباحثين اللي بيقارنوا القطاعات ببعضها، خاصه مثلا لما بيدخلوا في المقارنه قطاعات سريعه جدا زي قطاعات الاي تي والتكنولوجيا المتقدمه والحاجات دي. انا بقى بقترح، وهذه النقطه الاخيره هي مربط الفرس، يعني اتساقا مع الطرح المتعلق بفكره ان احنا محتاجين نعيد النظر في الفكر الحاكم لهذا القطاع، أنا بقترح إن احنا نعيد النظر أيضا في الثقافات المؤسسية في القطاع الإنساني. نعيد النظر عشان ما يكونش هذا الاستيريوتايب صحيح. المؤسسات الإنسانية يجب ألا تكون بطيئة، ويجب ألا تكون مستعصية على الإبداع. هي على فكرة عمرها ما هتعمل ولا تستطيع تساهم في الدور الطموح جدا اللي كنت بتكلم عنه ده، لو ما خدتش جرعة عالية جدا من ثقافة الإبداع والتطوير والتجديد. وهو زي ما بقول، يعني بيزد على الريسيرش اللي موجود معظمه، لا، ثقافة المؤسسات الإنسانية مش ثقافة إبداع وتطوير أو مش رائدة. يعني أنا بقول في هذه اللحظة بقترح على إخواني وأنتم أهل هذا الأمر وأصحابه، أن نعتني بقضية الثقافة المؤسسية وإعادة تعريفها بما يتسق مع هذه الأدوار الاستراتيجية الحضارية جدا المطلوبة من هذا القطاع، وأن نعيد النظر في دورنا نحن وأنفسنا. نحن لسنا هنا لكي نطفئ حرائق الأمة وحاجات من هذا النوع، نحن موجودون لكي نساهم في انبعاثها الحضري، وأحد الأدوات أو إحدى الأدوات الرئيسية التي يمكن أن نفعل بها ذلك هو أن نعيد النظر في تلك الثقافات المؤسسية، أن نبني ثقافات تشجع على التجديد، على الإبداع، على التداخل مع القطاعات الأخرى، على الانفتاح عليها، على الجرأة شوية في لعب بعض الأدوار التي يمكن يعني
ان تعتبر في العادي ادوار يعني سياسيه ولا شيء من هذا، نقول لا نفتح الباب لنفسنا شويه، لان الامه مقبله على حاله تغيير، وهذا القطاع على اهميته وعلى يعني كونه مرتكزا على خيريه الامه لابد ايضا ان يكون رائدا يعني متكيفا بل وقائدا لحاله التغيير التي تمر بها الامه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.